ثواني، هو الوزاره دايما ملهاش علاقه بالراتب اللي يخص اتحاد الكوره. ده الدكتور اشرف صبحي اعلنها. لا هو الدكتور اشرف لما اعلنها ده في ظل انت بتعدي ازمه، لكن هو الطبيعي اتحاد الكره ده جهه مستقله ليها مواردها، ليها استثماراتها، ليها فلوسها. انت ما عندكش بس مشكله، بس ده منتخب مصر يعني. بس انت ما عندكش اتحاد الكره قال لك مش هقدر ادفع لمدرب منتخب مصر. لا كريم، انت ما عندكش مشكله في فلوس اتحاد الكره. انت عندك مشكله انك انت النهارده لو عندك ازمه زي ما رامي بيكمل، وانا يعني عندك هيبقى عندك حوالي 5 أو 6 مدربين اجانب. تمام ماشي، المدير الفني هنجيب، الوزاره هتدفع له، طب والباقيين هم تحملوا بقى. هم كمان عندك خبير تحكيم يعني اجنبي. ده انا بقول لك انت النهارده ده تحكيم الحكيمي ده بص حسبناها برضه هتلاقي المبلغ كبير جدا. طيب يعني النهارده يبقى انت النهارده هم عندهم شاله اجانب يعني. بص هو مجلس اداره اتحاد الكوره في جلسته مع الوزير كان من ضمنها ان انتوا اهدوا ووضحوا الصوره، بس اتكلموا مع الناس ودكاتره القرارات كلها. يعني لما تيجي تمسك القرارات مش هتلاقي فيه قرار ممسوك. خلاص هو احنا هنجيبه. طب هنجيب مين؟ لسه هنشوف. طب مين؟ ربنا يسهل. كروش، عودة كروش مش هتبقى في صالح الكرة المصرية. ليه؟ لأن أنت النهاردة حصل بينك وبين الناس فجوة. أنا وأنت دلوقتي اختلفنا، وأنت مشيت أو أنا مشيت. اختلفنا في الفلوس، واختلفنا إن في ناس اتصلت بيك يا عم كروش وقالت لك ما تكملش، وفي أنت خلاص ما بقتش مرتاح، وحس الناس دي أصلاً وجودك معهم مش هيبقى مفيد، إزاي هترجع له؟ طب من ضمن الكلام اللي رامي قال لك هيقدم تشاكو. ماشي. عندك ثلاث من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك انا بقول لك انت عندك ثلاث حاجات دلوقتي حوالك. انت مشكله كمدير انا وانت خلاص مش ما فيش تعاون او صعب ان احنا نوصل مع بعض للقصه دي. لذلك فكره اختيار مدير فني مفك الضرب في العلاقه بالظبط كده. وما انت عايز بقى مدير فني عشان كده هو قلقان. هو عايز مدير فني، يعني يعمل لك خطة 4 سنين، تقعد مع 4 سنين، مش اللي هو مباراتين ويلا. وليه كارلوس كيروش برضو؟ خلي بالك يا استاذ احمد. لا هو كارلوس كيروش اول ما جه برضو ما لقوا الشارع المصري بعد الاداء في مع كابتن ايهاب جلال، فقال لك نرجع كيروش. استاذ رامي خلينا نقول بس يعني هو رامي الناس كلها كانت معترضة على كارلوس كيروش لما كان مع المنتخب، لما الدنيا وصلت النهائي الموضوع قال لك ماشي احنا وصلنا النهائي، لكن انت مع كيروش لو رحت كاس عالم ولا خدت افريقيا ايه اللي حصل بعد كده؟ ولا ادينا غيرت في حاجات بس ما انا هقول لا.